أبلة، الفراشة اللي برا قالت لي إنك تبيني بسالفة؟ إيه حبيبتي، أبيك بسالفة. ليلى، أنا ملاحظة إنك متغيرة عن أول. أول يا زينك كنتي من أحسن الطالبات اللي عنده بالصف، دايماً رافعة إيدك وتبي تشاركين وتجاوبين، بس الحال تغير أمي، صرتي دايماً منطوية، كله مالك خلق، كله قاعدة بريحاتك، وهالشي راح يضرك ويضر درجاتك. أبلة، أنا ما فيني شيء، أنا بس شوية تعبانة هاليومين، إن شاء الله راح أكون أحسن. إن شاء الله. إذا أنت تعبانة فألف سلامة عليك، بس إذا في شيء مني منك أو عندك مشكلة في البيت قولي لي، تبريني أمك الثانية أو أختك العودة أو حتى صديقتك. ليش قاعد تبكين؟ بسم الله عليك الرحمن الرحيم. تعالي تعالي يا حبيبتي تعالي. ايش فيك امي؟ قولي لي حبيبتي انت ايش فيك؟ اذا في مشكله عندك في البيت قوليها، شود انا وياك نقدر نحلها مع بعض. اذا في شيء قولي لي. ابوي مطلق امي صار له سنه. زين. أمي أول ما طلعت من البيت خذتني أنا وأختي الصغيرة، أبوي تزوج ومرته ما تحبني. إيش درت إنها ما تحبكم؟ من تصرفاتها لما كنا نزور أبوي، لما أبوي يكون بالبيت تعاملنا أحسن معاملة وكأنها وايد تحبنا، بس أول ما يطلع من الباب كانت تورينا عين الحمرة. وأذكر مرة قالت لي إن أنا ما أبيكم، حتى أبوكم ما يبيكم. زين أمكم؟ أمي، أمي إنسانة وايد طيبة كانت، ما أدري شنو صار. زين، شو اللي تغير مع أمك؟ أمي ناوية تتزوج. لما سألتها وقلت لها احنا وين راح نروح؟ انا واختي وين راح نروح؟ شنو راح نسوي؟ راح نعيش مع منو؟ كانت تقولي ابوك موجود، روحوا عيشوا معاه.